النهارده احد الاشخاص اتكلم بطريقه غير لائقه على الكابتن حسن شحاته والكابتن اشرف قاسم وهاجمهم، وطبعا دول رمزين كبار جدا من رموز نادي الزمالك، وبالنسبه لجماهير الزمالك طبعا شانهم كبير جدا. فطبعا هاجموا الشخص ده اللي اتكلم عنهم بطريقه غير لائقه وهاجمهم، وهجومه طبعا غير مبرر بالمره. كمان طبعا تاريخ الكابتن حسن شحاته الكبير سواء كلاعب او كمدرب مع العديد من الانديه ومع المنتخب الوطني كمدرب ما حدش يقدر يشكك فيها ولا حد يقدر يتناوله او يقلل من شانه اطلاقا. تمام. وطبعا كابتن اشرف قاسم طبعا كان من نجوم نادي الزمالك وحقق بطولات كتير وانجازات كتيره جدا جدا جدا، وكان ليه رحله احتراف ناجحه جدا في السعوديه، وكان من سفراء الكره المصريه في الدوري السعودي، وطبعا ليه شعبيه كبيره جدا جدا. فبرضه الهجوم عليه لا يقلل من تاريخه ولا من شانه، سواء تاريخه الحافل بالبطولات او علاقه بجماهير الزمالك اللي بتحبه وتقدره. تمام. جاءني الان كمان ايطاليا زملكاوي، هذه الصفحه المحترمه الشريفه العفيفه اللي هي دايما بتتكلم حبا في الزمالك. على فكره ياما بيهاجموني وما فيش مرة هجمتني هذه الصفحة إلا واحترمتها، لأنها ما هجمتنيش لأمر شخصي، هم مع كيانهم أيا كان الأشخاص مين. شوف مرتضى منصور يعلن إزالة أسماء حسن شحاتة وأشرف قاسم من على منشآت النادي أهو، وأحد الناس منهم يعني أو من جماهير الزمالك كتب الأستاذ حسن على فكرة حسن ابني بيضحك، كان في ناس فاكرة إن الموضوع بجد. الأستاذ حسن أهو، حسن كريم كاتب مش عارف والله هنعيش إزاي بعد الخبر ده، أنا تعبان مش قادر أتنفس. هكذا يعني إيطاليا زملكاوي ومحبي إيطاليا زملكاوي، صفحة محترمة جدا وأنا من المتابعين ليها. يعني ما لا طلب منك الكابتن حسن تعمل يافطة ولا عايز يافطة، ولا كذلك اشرف قاسم، انت اللي عملته وانت اللي هتشيله وانت براحتك عادي، فيش مشكله ولا تعليق ولا انا عايز اعلق على الموضوع ده.